بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو واحد. ناتاسيون سبور كومبلين يعني السباحة رياضة كاملة. لا ناتاسيون لو سبور لو بلو ريكوموندي بور سي نومبرو افونتاج، يعني السباحة بتكون الرياضة الأكثر طلبا أو توصيل لمميزاتها المتعددة. هذه الرياضة تقوي العضلات وتحسن التنفس وتقلل الوزن أنترو إلى مستوى كبير. كولوناج عندما نعوم كل العضلات الأساسية تتحرك. إن يابادو سبور كي لجال، لا يوجد رياضة تماثلها. بابزوان دو سي سمتر أدو ريجيم إكستريم، يعني لست في حاجة أن تخضع لأنظمة غذائية حادة. فوبوفي تستطيع أن تحرق الدهون سي فو سويفي أن ريجيم أليمونتير مودري، لو اتبعت نظام غذائي معتدل. لا ناتاسيون سباحة ريدوي لو ريسك دو سوفرير دي مالادي دو كور اي دو فلوبلو سوبليس، يعني بتقلل مخاطر المعاناة من أمراض القلب وتحسن المرونة. لا ناتاسيون سباحة إتوسي بتكون أيضا لسبور ديال الرياضة المثالية أبراتيكي لممارستها أفيك فوتر أنفون مع طفلك. ألا بلوزيوغ أفونتاج، لها العديد من المزايا لتحسين أو لتطوير الجسماني والاجتماعي والنفسي. De votre enfant, le طفلك، elle active هي تنشط son appétit، شهية. Il le fait mieux dormir، وتجعله ينام جيدا. Au niveau social، على المستوى الاجتماعي، السباحة تقوي الشعور بالاستقلال والثقة في النفس عند الطفل. هذه الوثيقة دون ديزانفورماسيون، يعني تعطينا معلومات عن وثيقة دي، تعطينا معلومات عن ايه للرياضة. هل هي مزايا الرياضة دي ولا معدات الرياضة دي ولا قواعد الرياضة ولا تاريخ الرياضة؟ طبعا احنا على طول هناخد مزايا الرياضة دي، لانها عمالة تقول في مزايا متعددة لهذه الرياضة. داكور. طيب في الجملة اللي بعدها مكتوب لا ناتاسيون ا اون افي بوزيتيف، لها تأثير إيجابي على العيون ولا الأقدام ولا الأذن ولا القلب. طبعا القلب هو الأكثر ذكرا في القطع عندنا. لا ناتاسيون زادا، لا ناتاسيون نو زيد ا، تساعدنا على مجري نخسس جسمنا، الجملة صحيحة، ولا جراندير ليبيتي نكبر الصغار، ولا نتخن الصغيرين، ولا تطور المجتمع. طبعا هي مجرير نوتر كور، تخسس الجسم بتاعنا. بور بريليغ دي جريس، لحرق الدهون يجب أن نحصل على جيدة شهية، أن ننام جيدا، أن نتبع نظام غذائي، أن نشعر بعدم الاستقلال سي سونتير انديبندون، أن نشعر بعدم الاستقلال. طبعا هي اتباع نظام غذائي معتدل زي ما احنا قلنا. بور لي زونفون، بالنسبة للأطفال، السباحة لا ناتاسيون كوز دو مالادي، بتسبب كوز دي مالادي دو كور، أمراض القلب كور. رينفورس لا كونفيونس ان سوا، هي دي بتقوي الكونفيونس. الكونفيونس اللي هي الثقة في النفس أو في الذات، كلمة سوا يعني نفس أو ذات، ودي كلمة حلوة جديدة بالنسبة لي. ولا دوفلوب لسبري دو لوكيب، بتطور روح الجماعة، دي لعبة فردية طبعا. ولا بتجعلنا ننام مبكرا، تجعلهم يناموا مبكرا، طبعا احنا هناخد تقوي الثقة بالنفس. بو براتيكير لناتاسيون، مين اللي يقدر يمارس السباحة؟ طبعا كل الناس تقدر تمارس السباحة. توت لي بيرسون دو توز اج، يعني كل الناس من كل الأعمار. توز اج يعني كل الأعمار.
les enfants seulement يعني الطفل الأطفال فقط ولا جنان. وإحنا قلنا ما تلاقي كلمة seulement استبعدها، ما تلاقي أكثر من اختيار. في القطعة الثانية بنقول aujourd'hui النهاردة beaucoup de personnes كثيرة من الناس بيغير مهنهم pour devenir chef de cuisine عشان يبقوا طهاه. Le plus célèbre chef de cuisine dans le monde entier sont français. يعني أشهر الطهاة الطبخ في العالم بأكمله بيكونوا فرنسيين. جولي عندها 25 سنة بتقول أنا بشتغل كم انفرميير كممرضة dans un hôpital في مستشفى. جميل. وجوردوي النهاردة أنا بشتغل في مطعم في بلجيكا وأنا بكتشف وصفات جديدة كل يوم. توما بقى عنده 32 سنة بيقول je suis journaliste، أنا صحفي ولكن mais je n'aime pas ma profession، ما بحبش مهنتي. alors j'ai décidé de recommencer un nouveau métier، يعني أنا قررت بدء عمل جديد، مهنة جديدة. متنون الآن je suis chef dans un grand restaurant à Paris، أنا شيف كبير في باريس. أما أنريكو، أنريكو بيقول depuis mon enfance منذ طفولتي j'ai une grande passion، عندي شغف كبير للمطبخ. j'ai fini mon diplôme، أنهيت شهادتي للفن الحديث واشتغلت في متحف في باريس، ولكن قررت أن أغير حياتي أو كاريري. يعني جي أوفر، أنا فتحت مطعم صغير في هولندا وبكسب كثير من المال وأنا سعيد جدا. جو سوي تريزيرو، يعني سعيد جدا. في أول مثال هؤلاء الأشخاص غيروا، غيروا إيه؟ اللوك بتاع لبسهم ولا وصفات أطباقهم ولا طبيعة عملهم ولا مكان سكنهم؟ طبعا طبيعة عملهم، يعني كل واحد عايز يشتغل مهنة إيه جديدة أو كان زهقان من المهنة بتاعته. بالنسبة لجولي حصلت على دبلوم الفن الحديث ولا عندها مطعم في هولندا ولا بتحب مهنتها كممرضة ولا شغوفة بالوصفات الجديدة؟ هي دي بقى، شغوفة بالوصفات الجديدة. الجملة اللي بعدها توما اديجا ترافايي دون، يعني توما اشتغل قبل كده في جريدة طبعا لانه كان جورناليست، اشتغل في جريدة جورنال، مش في مطعم طبعا او بيتال مستشفى ومش يعني متحف. أنا لوند في أولندا، إنريكو، إنريكو بيعمل إيه بقى؟ طيب أرياليزي صنف، حقق حلم ولا كسب قليلا من المال ولا بيشتغل في مطعم؟ اشتغل في مطعم ولا عمل دراسته؟ طبعا هو فعلا في هولندا افتتح مطعم جديد، يبقى هو حقق حلمه، لأنه الإجابات الباقية أنت اشتغل في متحف مش مطعم، هنا متحف. طيب إنريكو إيه لا كويزين دو بوي سون انفونس، يعني إيه طفولته؟ طيب من افتتاح المطعم ولا سنواته الأولى في الحياة دي صحيحة ولا وصوله لهولندا ولا ميلاده في فرنسا؟ سون انفونس ميلاده في فرنسا. طبعا هو منذ طفولته يعني لبريمير غني دو سافي، السنوات الأولى من حياته. Le plus célèbre chef de cuisine، يعني الشفاه الأشهر في العالم بيكونوا من مختلف الجنسيات، من أصل بلجيكي، من مختلف الجنسيات، من نفس الجنسية طبعا، نفس الجنسية فرنسي، فرنسي، فرنسي. Vous informez votre copain، يعني أنت بتعلم أو تخبر صديقك عن طبقك المفضل في الغداء. كيسك فوديت، ماذا تقول؟ فبتقول أنا بتناول طبقي في المطعم ولا أنا بفضل أتناول الغداء مع أصدقائي ولا أنا بحب أكل فراخ مع مكرونة بالمكرونة ولا سي تام بلا بوبليور، أنا جيت إنه طبق شعبي في مصر. طبعا أنت بتقول طبقك أنت، فبتقول أنا بحب أكل الفراخ بالمكرونة. Votre ami صديقك vous demande بيسألك le sport extreme، الرياضة العنيفة هي ايه؟ فانت بتقول له c'est un sport collectif، رياضة جماعية، ولا هتقول له امون في رأيي c'est une pas trop dangereux، انها ليست خطيرة، ولا هتقول c'est une activité sportive dangereuse، انها نشاط رياضي خطير، ولا انا بعشق الرياضة الايه الاكستريم. طبعا هي نشاط رياضي خطير. داكور. اوكي.
الجملة اللي بعدها بتقول فطر مين؟ لا نمرو كنز رقم 15. بتقول ايه رقم 15 بقى عندنا؟ بتقول انكوبا صديق فودي موند بيسألك او بيطلب منك سو فو فات لي كورس الويكند، هل تمارس التسوق في عطلة نهاية الاسبوع؟ كاسك فوديت، ماذا تقول؟ اشتري فاكهة وخضروات، انا اشتريت فاكهة وخضروات ولا لا؟ ماما او جدتي او اختي الكبيرة ما جران سير، ما جران سير يعني اختي الكبيرة ما جران سير، ولا انا اذهب للسوق مع والدتي، ولا انا اشارك في سباق للموتوسيكلات. لا بتقول لا، ده هي ماما او اختي الكبيرة. في الجملة اللي بعدها فوترا مي صديقة فوديموند بيسألك سيكو فو فات على كومباني، ماذا تفعل في الريف؟ كاسكو فوديت، ماذا تقول؟ بتقول احنا عندنا مزرعة في الريف، ولا انا امارس الكيت سير والسير رياضات مائية دي، ولا الريف سيلو كالم انه الهدوء الير بير والهواء النقي، ولا انا بتنزه في الحقول. طبعا ماذا تفعل؟ انا بتنزه في الايه؟ في الحقول. الجملة اللي بعدها فوزات على بلونجري، أنت في المخبز، كاسكو فودي تو فوندير، ماذا تقول للبائع؟ جي فودري دو تارتين بوغي، يعني أنا عايز تارتين خبز يعني عليه زبدة، ولا أريد ست بيضات لتر من اللبن، ولا إلفي هو يعمل ويبيع الخبز، ولا أريد قطع من الشوكولا الصغير. طبعا في الجملة اللي قدامنا عندنا هقول انا اريد دو تارتين، دو تارتين هنا طبعا على اساس ان انا بتكلم عن خبز بزبدة فين تارتين او لوحد. فودي موندي يعني انت تسأل فوترا مين صديقك سو كيل في ابريل افات، ماذا يفعل بعد الحفلة؟ هو هيعمل ايه بعد الحفلة؟ كاسك دي ماذا هو يقول؟ هيقول انا ارتب المائدة واحضر ادوات المائدة، ولا انا بزين الصالة، ولا انا اضع صور على مدونتي ودي صحيحة طبعا، ولا انا بدعو اصدقائي. في جمل القواعد مكتوب نوم اوبد منتم، طبعا نلاحظ هنا حرف الجر او، يبقى ناخد فيرب جوي، نحن نلعب كرة الريشة. فوزيت علي على فات دو زوي، هل ذهبت الى حفلة زوي؟ نعم نحن ذهبنا، ذهبنا إليها إلى الحفلة، يبقى جريج على طول. الجملة اللي بعدها بتقول فو فو سنتي، يبقى كومو كومو فو فو سنتي، لأن بسأل هنا عن الحال بسأل بإيه؟ بكومو. جام فير باتا أجلاس، كلمة باتا أجلاس طبعا عارفين إنها مذكر، هتاخد دي دي باتا أجلاس. الجملة اللي بعدها جو نو فوا دون لا كلاس من دولار كي، أنا مش شايف في الفصل أثناء الفصل، يبقى مش شايف حد، مش شايف حد، هو ما جابش رياح عشان ما يلخبطناش. طيب في الجملة اللي بعدها مكتوب لسكالاد، لسكالاد إلى ليت سون دي سبور، بيكون رياضات دون جو، عشان كلمة سبور هنا جمع مذكر فأنا اخترتها على أساس الصفة لكلمة سبور. مون بير مترو دو، انا خدت دو ليه؟ عشان هنا في ظرف من ظروف الكميه اللي هو كثيرا، وظرف من ظروف الكميه بيجي بعده دو او دو مصر. يير امس نوتر بير والدنا، طبعا انا عايز ماضي، والدنا هنا متعرض بالضمير ايه؟ يبقى افرتي ماضي مركب عشان كلمه يير اللي هي امس. والدنا فقد تليفونه المحمول او نساه. افيش، كلمه افيش زي ما احنا عارفين كويس قوي ان هي مؤنث، فهناخد لها ست، لان انا عارف ان ست دي للمذكر المبدوء بحرف متحرك. مام هير والدتي عندها الم اودو في الظهر، ظهر مفرد مذكر وجمعه زيه، بس لما بتكلم عن ظهر بتكلم عليه مفرد. هي امس جي مانجي، انا كلت، طبعا انا عايز جاتو، فعايز ظرف من ظروف الكميه وفي دو، يبقى ما فيش قدام اللي بيكون دو كثيرا من الكلام. لا شامبر اي تاكوتي دي تواليت، طبعا هاخد دي تواليت. ليه خدنا دي؟ لان ده حرف جر بعد كلمه اكوتي، تواليت جنب. لافيون اي بلو شير كو لا فواتير،
دي مقارنه طبعا في هاخد فيها الكون. ايه وسيله المواصلات اللي انت بتفضل تاخدها؟ يبقى هقول جو بريفير بروندر لو تاكسي. طيب هو ما قاليش وسيله عامه، كنت قلت مثلا لو مترو. اين تاخذ هذه الوسيله؟ يبقى لو قلنا تاكسي من الشارع، بس خلينا نقوله المترو عشان نقوله استاسيون. طبعا هقول هنا جو بريفير لو مترو. طب واحد يقول يا مسيو ما انت ما خدتش كلمه بروندر ليه؟ ما هي تؤدي المعنى، ما تقلقش. جو بريفير بروندر لو مترو زي جو بريفير لو مترو. جيل برون باخده على ستاسيون دو مترو، في محطه المترو طبعا. اكتب لصديقك فرنسي عشان تحكي له ازاي بتقضي اجازه عطله نهايه الاسبوع الماضيه. زي ما قلنا الموضوعات كلها موجوده على التليجرام، وموضوعات كتير عندك. ليه احنا مخلينيها كتير دلوقتي؟ عشان تحفظ منها. ممكن قبل الامتحان نختصر الموضوعات دي لعدد محدود من الموضوعات، ونكون بنحاول نتوقع وربنا يسدد توقعاتنا بخير. ولكن دلوقتي انا بطالبك ان كل يوم تحفظ موضوع من المواضيع الموجوده عندك على التليجرام اللي انا منزلها لك عليه. روفار، اتمنى لكم السعاده. ما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم، شيء مهم جدا بالنسبه لنا. انا شايف ان انتوا بداتوا تغفلوا الجانب ده. روفار.